كانت أسرع أغنية بتوصل لمية مليون مشاهدة. كذب، لأنه بيبي 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 أوه هذه كانت أسرع أغنية وصلت للمليون للمية مليون. طب هون هون دعا بكتبوا غلط، جايب أخبار مو موثقة. طب هيك أنا شفت، هيك قرأت وهيك. بعدين غنيت مايكل جاكسون إيه من التسعينات موصلة مية مليون، فكيف هلا صاير يمكن مليار. هاني 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 بذكر هاني. طب أغنية ترسيم بلاك بينك، أغنية ترسيمهم اللي هي بومبايا، أول أغنية لفرقة فتيات وأسرع أغنية تصل إلى 1 مليون لايك على اليوتيوب. أنا ما بعرف هاي ما بعرف. لا يا سيدي غلط، ريهانا وشاكيرا من أيام كأس العالم. بلادنا عم بيحكوا على الكيبوب نفسه. هب بس قولي بعالم الكيبوب. بعالمي ها قالك ليش؟ لا انت عم تقولي لحظه يا جماعه، لحظه شوي، هي عم تقول انه اول فتيات وصلوا. لا شاكيرا بغنيه كاس العالم، بتذكر انا هلا كان ما في عندنا شيء اسمه يوتيوب اصلا نحن كسوريين، بس كان في موجود. وصلت هي مليونين لايك على اليوتيوب وقتها طلعت على اخبار الجزيره. واو هاني هاني انت بتذكر هاني هلا؟ ايه لانه بحب الغني. اوه يا زين داستو يا نانا هالي هاي أول بنت وصلت كمان مليون لايك. ليش هون عم بقول معلومات غلط؟ إذا قصدنا بس على الكيبوب أوكي. كمل، سمعتها يمكن مرتين بحياتي. لا أنا سمعتها كثير. فالبومات بفرقة بلاك بينك هي البومات الوحيدة في كوريا الجنوبية وعالميا بجانب انسى هاي تصدر وتأخذ بجانب شو؟ بجانب فرقة يعني فرقة تانية. ها في كمان فرقة ياه، كأني عم بحكي على عالم اسمه عالم الكيبوب. مين أول الناس كانوا بعالم الكيبوب؟ ما بعرف. هاي يعني مو البي تي اس؟ لا أكيد لا. ها يعني في قبل؟ في كتير خراب. طب لسه مو كيبوب؟ عم بقالك ليش؟ كي كوريا والبوب اللي هو البوب. طب ليش سموها هذيك هيبوب؟ هاد يلا دي ما بعرف، لانه هي هوليوود بوب عالم طيب ليش سموها بوليوود؟ ليش؟ لانه سينما هنديه. عم يحكي معلومات اختي بتعرفها اصغر واحد. طب احلف انك انت بتعرفيها. حياه ربك. طب ليش ما جاوبت على الهيبوب؟ عم سناك انت تحكي، فكرت هيبوب. على فكره هي غلط، انا حكيت تعي شوفي ليش. هوليوود هي مو هيبوب. لا في هيبوب لك موسيقى هيبوب. الله غنيتي فيها موسيقى هيبوب. لا انا عم بحكي على غشي. يا ابو الله يا ابو الله، انا عم بحكي على شيء. طيب يلا عشان تحكي.